حتى يتبين لهم أنه الحق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحقيقة في هذا الصباح الجميل أحببت أن نتحدث عن اللحم الطري الذي سخره الله لنا. ثبت علميا أحبتي في الله أن أطرى أنواع اللحوم هي الأسماك، وبخاصة التي تعيش في البحار. يعني أنا أود أن أتساءل، كيف علم نبينا عليه الصلاة والسلام أن أطرى أنواع السمك أو أطرى أنواع اللحم هي الأسماك التي تعيش في الماء؟ سبحان الله. وهناك إشارة ثانية أيها الأحبة، أن العلماء يقولون أفضل أنواع اللحوم هي الأسماك من حيث المادة الغذائية أو القيمة الغذائية، من حيث أيضا كمية الفيتامينات، ومن حيث وجود مواد مضادة للأكسدة مثل الأوميجا 3 الضروري جدا لتنشيط وتجديد خلايا الجسم ولذكاء المخ في خلايا المخ أيضا أيها الأحبة. فهذا البحر، انظروا أحبتي في الله، لو تأملنا فقط كيف خلقت هذه الأسماك ولماذا وجدت أصلا قبلنا. الأسماك وجدت أيها الأحبة قبل مئات الملايين من السنين، تعيش وتتكاثر وتكسب رزقها بإذن ربها حتى نأتي نحن اليوم، أو حتى يأتي البشر بعد أكثر من 200 مليون سنة ليستفيدوا من هذه الأسماك. لذلك قال سبحانه وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والله أيها الأحبة، وجود هذه الأسماك بل وجود هذا البحر هو آية من آيات، لا تجعلني أنا شخصيا أخشى عندما أنظر إلى هذا البحر. أتذكر آيات الله في البحار، أتذكر هذه الأسماك الطرية التي ذكرها الله في القرآن لتستخرجوا منه حلية تلبسونها، لتأكلوا منه لحما طريا. يعني هذه معجزة أيها الأحبة، يجب علينا كلما نظرنا إلى البحر أن نتذكرها. عسى الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا من المتدبرين. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفال. ونسأل الله عز وجل أن تكون قلوبنا مفتوحة أمام ذكر الله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.